أسماء السعادة. سعادة عندها أكثر من اسم ومعنى، وربما تكون صحة بالنسبة لبعض الأشخاص، أو المال، أو البنون، أو حتى الزواج. غالباً هي مجموعة من الأسماء على حسب الأشخاص أو على حسب طبعاً المتطلبات ديال كل واحد. كنا في هذه الحياة تنبحثوا عليها وتنقلبوا عليها وكأنها دائماً بعيدة المنال. الحقيقة أن السعادة قرار تخص مجموعة من الأمور، فهي إذن ماشي هدف وإنما طريقة للحياة. أسماء السعادة مع الأستاذة أسماء الهاشمي من 2 حتى الخميس من 6 إلى 7 على راديو بلوس. السعادة قريبة منا، تنعيشوها ولكن ما حاسينش بها. مساء السعادة، مساء النور أصدقائي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من أسماء السعادة. والموضوع ديال اليوم هو علاش ما تلتزموش بالرياضة والحمية، مع أنها عادة جيدة، وطبعا إلا دخلت السلوك ديالنا ما غتكون عندها إلا فائدة كبيرة علينا. إذن علاش عندكم أسئلة بالنسبة للأشخاص، ياريت أننا نكونوا يعني يكون واحد التفاعل ويكون واحد اشتراك ديال التجارب باش يمكننا نستافدو. نذكر بالأرقام ديال البرنامج، إذن 0526-66-66 0526-66-67 0526-66-68. وطبعا بالنسبة للرسائل الصوتية عندكم الواتساب 0662-02-79-09. معايا كالعادة المخرج إبراهيم وعالي في اللايف، اللي تتمنوا لكم أيضا أمسية سعيدة. عودة إليكم مستمعي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أسماء السعادة. بالنسبة للناس اللي عاد التحقوا بنا، الموضوع ديال اليوم هو علاش ما يعني ما تلتزموش بالرياضة وبالحمية في الحياة ديالنا اليومية. طبعا اليوم ككل الأربعاء تنتكلموا في مجال الصحة ومجال الوقاية طبعا، وهذا اليوم هذا وتكلمنا على هذا الموضوع لأنه مفيد وهي عادة جيدة، لكن فعلا هي أمر يعني يخص الكثير. علاش ما تلتزموش بالرياضة أو أننا تنبدوها فإذا علاش ما كانش هاد الالتزام، علاش ما كانش هاد الالتزام أيضا بواحد الأكل صحي. عندي مشاركة في الواتساب غادي نبدأ بها ديال المستمع طبعا الوفي سي سعد، وغادي ناخدو التفاعل ديالو. السلام عليكم، تحياتي لك أستاذة والفريق التقني العامل معك. موضوع ديال اليوم هو عدم التزامنا بالرياضة والحمية. أعتقد أنه موضوع الساعة له وراهنيته، وأعتقد أن العديد من المجتمع المغربي يعاني من هذا المشكل هذا. أعتقد أنه عنده علاقة بالثقافة، الثقافة العامة ديالنا اللي فيها مجموعة من العوامل، فيها النظام وفيها التنظيم ديال الوقت ديالنا، لان هاد العاملين الاثنين كيدخلوا في النظام العام ديال الحياه اليوميه ديالنا. اعتقد ولكن حتى ما نكونش كنعمم، ان الاغلبيه ديال المغاربه غير ملتزمين بهاد جوج ديال العوامل الا واحد القله قليله. المرض ديال هاد يعني عدم الالتزام ديالنا بهاد جوج ديال العوامل، الرياضه والحميه. اعتقد ان احنا واحد المجتمع اللي معجز كما كنقولوا بالعاميه ديالنا. ما عرفتش، ربما واش ظروف نفسيه، ظروف وقتيه، ظروف ديال النظام ديال التنظيم، ربما عوامل كتخلينا اننا ما نلتزموش بهاد جوج ديال العوامل. بالنسبة لي شخصيا كنت كنحاول ولكن ما كنجحش بشكل 100%. كندير شهر شهرين ثلاثة شهور ولكن ما كنستمرش. انا بغيت ما يعني، واخا هذا كيدخل يعني في اطار تنظيم الوقت، ما كرهتش يبقى حياتي كامله وانا ملتزم بهاد جوج ديال العوامل. ممكن استاذ يعني شي افاده ولا شي حاجه تفيدينا ونستافدوا من الخبرات ديالك. شكرا جزيلا. إذن شكرا الأخ سعد على هذا التفاعل. طبعا هو السؤال كيفاش يمكننا نلقاو يعني الطريقة المثلى باش يمكننا نحافظوا على يعني العزيمة، يبقى الثبات على العقيدة، يعني على أساس أنه ما نخليش العجز يتحكم فيا ويخليني أنني نتراجع.
أظن أن إذا عندي اشتراك آخر ديال الأخ حميد عبر رسالة يقول: السلام أستاذة، أولا أرجو أن تتقبلي مشاركتي ورأيي عبر هذا التطبيق لكثرة الانشغالات، كما أن الوقت لا يسمح بالمشاركة عبر الراديو. أوكي، بالنسبة لهذا الموضوع أود أن أقول هو أنه بالنسبة للحمية يجب على الإنسان الذي يعاني من بعض الأمراض الالتزام الصارم بتعليمات الطبيب فيما يخص الامتناع أو التقليل من المواد التي تؤخر يعني بيانسور شفاءه أو تزيد من معاناته مع المرض. أما بالنسبة للأشخاص السالمين الذين لا يعانون من أمراض فعليهم ابتداء من سن 40 تقليل من السكر الملح الدهون إلى آخره، هذا مع ضرورية ممارسة أنواع من الرياضة. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعملون أعمال تتطلب مجهود عضلي. شكرا أخ حميد على التفاعل ديالكم ومشاركة ديالك، هذا شيء طبعا جميل. أنه إذا الأخ سعد تكلم لنا على عدم استمرارية الرياضة وقال بأنه راه كاين عندنا مشكل ديال العجز. الأخ حميد قال على الماكلة خصنا ما ناكلوش أي حاجة. وعندي أم صفاء من الدار البيضاء، مرحبا بك أم صفاء. ألو، وي السلام عليكم. اهلا اهلا ام صفاء، هذه اول مشاركه تنظن بالنسبه لك في البرنامج. اول مشاركه، مرحبا، وتنتمنى ما تكونش اخر مشاركه ان شاء الله. شكرا، ربي يخليك. اذا شنو بغيتي تقولي لنا في هذا الموضوع ديال الرياضه وديال الاكل الصحي؟ نكمل على ذاك الاتصال اللي اتصل ذاك السيد قبيله انه العجز. العجز الاخ سعد كما قال لك بان اغلبيه المغاربه العجز، شنو توقع لك؟ اشرح لنا. ما نعرفش واش نفسروها بالعجز ولا الروتين الممل ديال الحياه اليوميه ولا ما نعرف. دابا انت احكي لنا ام صفاء، بغينا نستافدوا من التجربه ديالك. انت ملي تتبداي الرياضه شنو تيوقع لك؟ ياك تتبدايها كبزاف الناس تتبدايها تيكون عندك الحماس وتتبدايها. هذاك الشيء، ولكن انا الريجيم كاش عندي مشكل، ماشي في الرياضه. عندك المشكل في الحميه. الحميه شنو تيوقع لك؟ عندي ما نكذبش عليك، فات الاواخر لقيت راسي بحال قلتي الجسم ديالي تعكس معايا. يلا كنقول اني نبدا السبور، اني نبدا الريجيم، يلا كنتكهف على الماكله. وهاد الحميه تديريها يعني بمساعده متخصص ولا تديريها بوحدك؟ لا كنديرها بوحدي، زعما شحال هادي وانا مع الحميه، زعما الحمد لله راه عندي ديرايه بهادشي ديال الحميات. يعني وليتي انت يا اكسبيرت ياك؟ تقريبا، حيتاش انا اصلا كنت نقص ياك، كان وزني كبير ونقصت عليه بالحميه والسبور ياك، وحيت ولدت ولدي الصغير ورجعت عاوتاني كي كنت هكذاك. وشنو ابتداء من اين نهار اللي صافي تبداي تعيا؟ 10 ايام عاده تيقول داك لو بون في ديك دي جور تياك. امتى تيوقع لك المشكل تتبداي تغشي؟ ابتداء من 10 ايام، ابتداء من 15 يوم؟ ابتداء من ذاك النهار نيت. وهذا الشيء صعيب ولا لا؟ ام صفا راه داك الشيء، انا راه داك الشيء علاش اتصلت بكم، حيت شايفه راسي بحال لو كور ديالي هو شد معايا بالضبط، ما قدرتش نبدا. يعني تتحسي بان عندك واحد الرغبه كبيره، عرفتي علاش؟ غادي تفهمي علاش، غادي نشرح لكم علاش. لان طبعا الاخوه عارفيني بانني يعني استاذه في التنميه الذاتيه، طبعا انا ماشي طبيبه ولا متخصصه في الاكل ولا متخصصه في الرياضه. ان شاء الله في حلقات ماجيه نقدروا نجيب متخصصين يعني يعملوا معايا تنشيط هذه الفقره ديال الصحيه، لكن اليوم احنا غنتكلموا على هذا الشيء من حيث الاهداف، حيت غالبا غتلقاي بان المشكل عندك كيفاش تتحدي الهدف، وكيفاش هذاك الهدف ربما يكون اكثر من القوه ديالك، او بعض الاحيان تيكون قل من القوه ديالنا فما تنقدروش نستمروا به. فاليوم بقي معنا غادي تسمعي كيفاش بعدا نحدد الهدف، حيت الهدف خصو يحترم بزاف المسائل. يعني كيفاش تحقيق الهدف سواء في الاكل ولا في الرياضه ولا في اي حاجه، تحديد الهدف هو نفسه هو خصو يحترم الركائز ديال سمارت. عمرك سمعتي سمارت ولا ما عمرك ما سمعتيها؟ لا ما سمعتيهاش. فاذا اليوم غادي نشرح لكم تقنيه سمارت، كيفاش انكم تحددوا الهدف بواحد الشكل يعني تيحترم، باش انت اساسا ما تشعريش بديك لا فرستراسيون. حيت باش شنو تيوقع؟ تدخلي في ذاتك شنو تيقول لذاتك، سواء بالنسبه للرياضه او بالنسبه للناس اللي تيبداو حميه. شنو تيوقع؟ تيوقع انه يعني عنده ادراك الداخلي الباطني تيقول له الحميه عذاب او الرياضه عذاب، فبالتالي هو تيولي يعني يدبز مع راسه. هادشي اللي تيوقع لك انت، تدبزي مع راسك.
فبالتالي خصنا يعني نحترموا الشخصيه ديالنا لو اننا تنحبوا الاكل، وانا انا من الاشخاص اللي تيحبوا الاكل الى اخره، فخصني نحترم هذه الخاصيه هذه وما نمشيش في ذاك الحميات القاصحين، نمشي بشي حاجه اللي ممكن نحققها بدون زعما بلا ما نحس براسي بانني نتعمل واحد التعب كبير. فغادي نحددوا هاد، انا سجلت دابا غادي نحددوا، انت بقي معنا في البرنامج وغادي نشرح لكم كيفاش خصك ديري الهدف ان شاء الله. داكو مرحبا بك. شكرا. ودائما شارك معنا في المواضيع ان شاء الله. مرحبا بك ام صفاء. ان شاء الله. شكرا لك. الخير. بالسلامه. اعانك الله. اذا كما سمعتي وعندنا دائما مشكل في كيفاش نواظبوا، كيفاش نستمروا على اننا نبقاو دائما محافظين وعندنا الثبات على العقيده. بالنسبه للحميه غادي نبدا بالنسبه للحميه وعاد نجي للرياضه. بالنسبه للحميه يعني خاصني اساسا يعني ما نمشيش في ذاك الحميات القاسيه اللي انا اساسا تتبقى عندي حتى الجسد ديالي ما تبقى يتعامل معاهم بحال راه تيعمل واحد المناعه، تيولي انه كما قالت لنا دابا الاخت ام صفاء الى اخره. طبعا من الاحسن ومن الافضل ان الانسان اللي بغى يدير حميه يشوف متخصص اللي غادي يمشي معاه، لان كل واحد يعني عنده ظروف ديالو. طبعا خاصه الا كانوا امراض كالسكري الى اخره خصو ضروري ولا بد ومؤكد انه يستشر مع الطبيب قبل ما يبدا حميه. انا ما تنبغيش هاد الكلمه اكثر منها اكل صحي، لان لو مشيت انا بواحد العادات الجيده على اساس انه اكل صحي فغادي يولي داكشي عندي اوتوماتيكي. كما قلت داك المره لو انني يعني احب يعني الشوكولاته لا باس، خذ شوكولاته او خذي شوكولاته اختي ما كاين باس، ولكن خذها من ابتداء من 80% ديال الكاكاو، يعني ما يكونش فيها اكثرها سكر، باش هي الشوكولا مزيانه فيها المغنيسيوم ممتازه، لكن ما يكونش داك الهلع نبقى ناكل. راه كاين اللي تيحل البواطه ديال الكامونبير ولا البواطه ديال الشوكولاته وتيضربها كامله داك النهار بحال تيدبز مع راساته. هذا علاش ما خصنيش نحس بديك لا فروستراسيون، ما خصنيش نحس بهذاك يعني بحال راني تنقاوم، لان الا حسيت بالمقاومه الا كنت نعمل القاوم طبعا ما غاديش ندير شي حاجه، ما غاديش ندير بواحد الشكل فعال. فبالتالي انا تنفضل ان ندخل بعض العادات الجيده كشرب الماء طبعا، ودائما تنذكرها طبعا هذه من حيث الثقافة العامة 0.33 يعني كاس الماء 0.33 أكبر شوية من الكاس مضروبة في الوزن ديالك تيعطيك الكمية الماء اللي خصك تشرب. فبعض الأحيان فقط من خلال الماء راه تنحسوا بأن الفوائد يعني عمات، وبأن كاين بزاف المسائل راه ماشية في واحد يعني تتقدر راسها. حاجه واحده اخرى هي ايضا القضيه ديال كما قلت ما يمكنش انا مثلا وهنا غادي نرجع للهدف، يا الهدف كما قلت وشرحتي ربما في شي حلقه سابقه شنو هي سمارت. سمارت يعني خاصو يكون محدد، اس هي سبيسيفيك، خاص يكون ميزورابل يعني قابل يعني للقياس، خاصو طبعا يكون اكسيسيبل، وخاصو يكون رياليزابل ويكون محدد في الوقت باش يمكن لي ندخل في البلان داكسيون يعني ندخل في التنفيذ. شنو هي محدد؟ طب اوكي فهمنا، نمشيو بالمثال ديال باش نجاوبوا اخت ام صفاء. بغيت نحدد مثلا، فما يمكنش مثلا نجي انا وندير مثلا في الاسبوع الاول خصني نحيد 3 كيلو ولا نحيد مثلا 2 كيلو وراه بزاف. واش انت مثلا تتهدى الا حيدتي غير 500 غرام مزيان وماشي بشويه عليك وانت يعني مستمتع بالحياه وعايش حياتك والطاقه ديالك كاينه فممتاز جدا. وهذا الشيء مسائل بسيطه ممكن نوصل لها، لان ماشي المهم ان تكون السرعه، المهم هي تكون المداومه. فهنا باش قلت لكم لان ما يمكنش واحد مثلا غيدوز ليا من تياكل 3000 كيلو كالوري في النهار ويدوز مثلا 600 كيلو كالوري، فاكيد راه غيحس بالسخفه وغيحس براسو ماشي هو هذاك وما غيكونش في تصالح مع عاداته، وطبعا غادي نتحدى يفوت 10 ايام في هذه المسائل ديالو وغيرجع افيك كما قلت لك مهلوع غادي ياكل. اذا الاخ المخرج تيقول لي خاصنا ناخذ الوصله الاشهاريه وغادي نرجع لكم، بقاو معنا البرنامج مازال ما كمل. عوده اليكم اصدقائي. اذا الموضوع ديال اليوم علاش ما تلتزموش بالرياضه والحميه مع انها عاده جيده خاصها تدخل في السلوك ديالنا، في مجال طبعا الوقايه خير من العلاج، وفي باب طبعا الاهتمام بالصحه، لان كما تنقول الاهتمام بالصحه شيء مفيد لانه يعتبر شيء يعني ضروري
صحتي وخاصني نعطيه وقته، لان الا ما كانت صحتي مزيانه فانا في العمل راني ماشي مزيان، كاب وكام راني ماشي مزيان، وبالنسبه لي انا يعني فاقد الشيء لا يعطي، فما يمكنش انا نكون مزيان يعني ما نكونش مزيان في صحتي وفي هذا ويمكن لي نعطي للاخرين. فضروري خاص الانسان يهتم بالصحه ديالو، ويعني ماشي الاهتمام طبعا ماشي المفرط يعني الزائد مني واللي عمليت نحب نفسي بواحد الشكل او نهتم بالجسد ديالي بواحد الشكل معين، لكن طبعا الحمايه تعني ان الانسان خاصو يعني يعود نفسه على واحد الاكل صحي. انا ما تنبغيش الحميه، تنفضل عادات جيده واكل صحي، ثم طبعا ولا بد من الممارسه ديال الرياضه، وان ماشي كل واحد طبعا على حسب الامكانيات ديالو وعلى حسب طبعا الهدف ديالو. اذا في خلال في اطار التكلم على الهدف، عندي ايضا الاخت نعيمه اللي نفس يعني التفاعل مع الام صفاء. نذكر بالارقام بالنسبه للاخوه اللي بغاو يتكلموا معنا: 0526 66 66، 0526 66 67، و 0526 66 68. اذا بالنسبه للاخت نعيمه تتقول نفس الشيء بالنسبه لام صفاء: انا اليوم تنعمل الحميه ولكن الجسد ديالي الجسم ديالي تقاوم، يعني ما تنزلش الوزن الى اخره. لو كان يعني الهدف تنزيل الوزن، حتى تنزيل الوزن راه خصك باش يعني راه هو فيه طبعا تخصصات الى اخره، خاص الانسان يشوف. انا باقا تنقول بان الانسان مزيان انه يشوف متخصصين باش ما يبقاش يدير اي حاجه، وما يبقاش يعني حتى ماشي على ودحيت واحد صاحبتي يعني صدق ليها واحد الريجيم ولا واحد السيده عملاتو نعملوت انا او داكشي اللي تنشوف في الانترنت الى اخره. يعني الامثل هو انني يعني نتصل بمتخصص في هذه القضيه، باش حتى يعني واخا كنت نعرف بعض الاحيان، وهذه ممكن نقولها لكم، يعني انا مثلا تنبغي ندير فعلا يعني تنشوف راسي بانه خاصني كوتشينغ في القضيه ديال 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 الحميه، تناخذ كوتش معايا. علاش؟ لان ايضا ملي تنمشي ونخلص الفلوس وناخذ الموعد وكذا وكذا تنواظب. ففعلا من تيكون الانسان بين نفسه بعض الاحيان تتكون صعيب شويه، فاذا يعني لا باس ان الانسان ياخذ. يعني حنا تقول لك حنا انا كوتش، ولكن تناخذ كوتشين، تناخذ كوتش في مجال الرياضه وتناخذ كوتش طبعا في مجال الحميه ملي تنبغي ناخذ حميه معينه. فالانسان يعني ما يمكنلوش يعرف كل شيء وما يمكنلوش ينبه لكل شيء، ودائما كاين الجديد في العلم، فبالتالي الانسان خاص الانسان دائما يستشر الناس المتخصصين. اليوم انا غنناقش كما قلت الموضوع من ناحيه الهدف، لان فعلا يعني ممكن شنو تيوقع لي بالنسبه يعني لا موتيفاسيون ديالي، علاش ما تبقاش عندي نفس الحماس. هو عاده تيكون المشكل يعني في الاول تيكون واحد الحماس كبير، حماس كبير سواء بالنسبه للرياضه او بالنسبه للحميه، يعني تكون عندي الحماس. ومثلا في الرياضه تنعرفوا مشاو وخلصوا يعني كلوب واحد الثمن معين لمده سنه وشراوا الكيطمات زوينين وهذا، وفي الاخر مشاو جوج مرات او ثلاثه وبمجرد يعني ما دازت واحد يومين ولا ثلاث ايام وقع اشنو، ولا تيمشي او تتمشي تدخل لك ما عندي فين ستاسيوني حقه، ما عندي، تتولي الاعذار. دابا علاش شنو تيوقع بالضبط؟ سواء بالنسبه للرياضه ولا بالنسبه للحميه، حتى بالنسبه للحميه تنبدا تنجتهد قلت لكم ديك 10 ايام، فما يمكنلكش تفوت من 2000 كيلو كالوري، يعني انت تتاكل بواحد الشكل هذا وتهبط لداكشي ل 600 راه غير مقبول، يعني حتى الجسم ديالك راه سيتون فريستر، تحس براسك راه عذاب، هذا ما بقاتش اكل صحي. لكن نفس الشيء بالنسبه للرياضه، فواحد خارج يعني هذا وماشي عامل ساعتين للرياضه من بعد الى اخره، راه ما فيهاش احترام ديال الهدف اللي هو سمارت اللي قلنا محدد. رحنا هاد بالنسبة لهاد الجوج الأمثلة راه محدد القضية، يقاس طبعا اللي باغي ينقص 4 كيلو ولا 2 كيلو، ولا اللي باغي غير حافظ على الوزن ديالو، ولا اللي باغي مثلا أنه ينمي العضلات ديالو، يعني هذا راه باين داكشي ممكن نقيسه ما كاين حتى باس. الإشكالية غالبا تتكون في واحد النقطة ديال اللي تنسميوها أكسيسيبل. شنو هاد ديال اكسيسيبل؟ يعني واش انا خديت بعين الاعتبار تضحيات اللي انا مستعد نقوم بها على المدى البعيد باش يمكن لي تبقى عندي هاد الثبات على العقيده،
وراه هنا فين كاين المشكل، هنا فين كاين الخلل. حيت عاده تنعطي تندير واحد المسائل اللي انا ما نقدرش نحترمها في المده الكبيره، ان با اكسيسيبل، يعني ما غيمكنليش نعطي داك التضحيات لمده كبيره. علاش انا تنفضل حتى بالنسبه للرياضه، يعني انسان ما عمره ما دار رياضه ويمشي يدير ساعتين، شنو غادي يوقع ليه لغد لي؟ غادي يوقع ليه طبعا دي كورباتور، غادي يحس براسو بعضامو كلهم، يعني الجسد ديالو كله بحال كلا العصا. الوغ شنو وقع ليه؟ شنو غادي يقول عقله الباطن؟ غادي يقول الرياضه عذاب. والسيده اللي تدير الحميه اش غتقول؟ راسها في عقلها الباطن الحميه عذاب، غتولي مسكينه باغا تبدا الحميه وما قداش، حيت تتقاتل مع العقل ديالها الباطل اللي تيقول ليها، لانه يدرك دخلها في الاعتقادات ديالو. فعلاش نقول لكم حذاري من المسائل اللي تتقولوا مع راسكم، وحذاري يعني شي مسائل ربما ما غتقولهاش لكن غتحس بها. فبالتالي نكون انا ذكي في التعامل مع الجسم ديالي، ونكون ذكي في التعامل يعني مع المزاج ديالي، لان مهمه جدا انه ما يكونش عندي ستريس، الا طبعا ستريس بوزيتيف. الا كان عندي قلقتي ولهذا فما بقاتش يعني المتعه مشات. العاده فيها ثلاثه الاقسام، نعاودهم بالنسبه للاخوه اللي ما كانوش صنتوا عليا ربما الاسبوع اللي فات. العاده باش يمكن لك تحافظ على اي عاده جيده، خاص ثلاثه ديال المعطيات، خاصني نعرف علاش غادي ندير هذه القضيه، وخاصني نعرف كيفاش غادي ندير القضيه. هنا باش قلت لكم المتخصص مزيان، حيت شنو تيوقع عاوتاني الانسان اللي تيمشي تيتقيد في لاصال وتيقول لك صافي انا تقيدت في لاصال، تيبقى يمشي يعمل شي بعض الى اخره، تيعمل بعض هذا وتيجيب له الله راه صافي مزيان، وهو تيوقع له تواعك من بعد الى اخره. فعلاش ضروري ان في الاول مزيان خاص يكون شي واحد معايا تينبهني؟ كاينه واحد طبعا المرحله ديال لي في مسكولير، خصني اولا ندير الاستيقاظ العضلات ديالي. ما يمكنش انا هذه مده 5 سنين ما درتش رياضه، وقبل من الرياضه كاع نمشي نشوف بعدا الطبيب واش يمكن لي تسمح لي واش الى اخره. هاد المسائل ضروري ومؤكد خص الانسان يعملها من طبعا، ومن بعد ناخد علاش لا واحد المتخصص، مادام انا نويت ناخد واحد المتخصص اللي غيعلمني كيفاش، لان لا ما عرفتش كيفاش فاكيد فهنا كاين مشكل. ثم النقطه الثالثه والمهمه، غادي نلقى خصني نلقى المتعه، لان منين غادي نلقى المتعه غادي تكون الاستمراريه. راه ما يمكنش شي حاجه ما تلقاش فيها المتعه وتبقى مستمر فيها. علاش؟ لان دائما هي عمليه كفاح. غنبقى نتقاتل مع راسي باش نمشي الرياضه، غنبقى نتقاتل مع راسي باش ناكل واحد الاكل صحي، لكن لو دخلت هذا الشيء في باب يعني هذا، عرفت علاش؟ طبعا راه كل شيء عارف تقريبا علاش، لكن انا تنقول المشكل غالبا كاين في هذه النقطتين الاخيرتين بالنسبه لهاد جوج ديال المسائل، هي طبعا كيفاش و المشكل ديال المتعة. فحتى بالنسبة للجسم أخت أم صفاء ثم هذا، حتى هو تعتاد، راه كاين طرق تعطيها المتخصص. بعض الأحيان تيقول لك كل واحد يومين مزيانة ورجع عاوتاني دير الحمية اثنين ولا هذا، باش أن الجسد ما يعتادش على واحد هذا وتبدل هو، راه تيعطيك الأسبوع الأول الأسبوع الثاني ماشي بحال الأسبوع هذا إلى آخره. لكن أنا كما قلت راه ما كاينش احسن من اننا نكتسب واحد العادات جيده، يعني اللي تدخل في السلوكيات ديالنا اليوميه. يعني لو انا ما قدرتش نحيد السكاره سكر من اتاي، فلا باس نعمل غير السكاره، فانا هكذا تنمشي بشويه تنحيد المذاق، تنعتاد تعود يعني حميه ولا بلا حميه، انا ما نقدرش القهوه بالسكر على حيت صافي، حيت يعني الانسان كاين اللي تيولي يذوقها بدون سكر. فهنا باش قلت لكم خاصني نمشي بشويه بشويه، لكن ربما بعض الناس ما غتحيد له في الاول السكر يقول لك هذا لا. فكما قلت الوقايه خير من العلاج، من الاحسن حسن ما تحيدوا لك مره مسائل، نقص ممكن تحلي بالعسل، ممكن مثلا يعني ندير شي مسائل تتعجبني. انا تنقول داك الانسان انه منين يحدد هذا الهدف ويحدده في الوقت ويوقف مع نفسه ويقول فين وصلت مع الهدف ديالي، حيت مزيان حيت الهدف حددته وحددته بواحد الشكل علمي كما قلت دابا مزيان، وبديت في المرحله ديال التطبيق سي مزيان، ولكن ضروري ومؤكد خاصني نوقف مع نفسي مره مره باش نشوف فين انا وصلت في الهدف، واش في 50% واش في 20%، حيت هذاك الوقفه هذيك الوقفه تجعلني انني نعاود نشوف ذاك الهدف. الا ودرت مثلا على سبيل المثال عملت بالنسبه للحميه على سبيل المثال عملت كيلو في السيمانه ولقيت راسي تنقص غير 700، ما
كاين باس، غادي نحاول نقول وغنرجع دابا راه غادي نديرو غير 500 ولا 700 راني يمكن ما حسبتش مزيان، او ربما القراسي درت الماء الى اخره لقيت الامور ماشيه مزيان نعاود. فاذا المهم هو بالنسبه للناحيه العلميه تقول لك ما تفوتش يعني كيلوغرام في طبعا في الاسبوع. فهنايا كما قلت خص الانسان يكون دائما يوقف ويشوف راسو فين وصل في الهدف وشنو باقي غادي يدير بالنسبه هذا باش يكمل. وربما هنا هذه النقطه هذه اللي بغيت نذكر هنا مهمه هو انه عمليه التحفيز. مثلا على سبيل المثال ونهضر بالنسبه للحميه، مثلا عزيز عليك ملفاي خذ داك ملفاي مره في السيمانه وقول برافو عليك هانتي نقصتي كذا ما كاين باس هادي، ويعني تتنشط راسك انت تتكوتشي راسك، واخا تيكون عندك الكوتش ولا تتكوتشي راسك يعني تتحفز راسك. كل مرحله فهي طبعا نجاح، كل مرحله دزتيها فهي نجاح. تنقول انا كاين هدف وكاين هديفات، هذوك الهديفات الصغيرة هي التي تمثل الهدف الكبير، ثم طبعا الغاية المطلة ألا وهي الحفاظ على الصحة. فهنايا كما قلت دائما الإنسان يوقف مع نفسه ويتحاس معها إلى آخره. غادي ناخذ مقطوعة موسيقية وغادي نرجع لكم إن شاء الله. إذا عودة إليكم أصدقائي في حلقة في موضوع السعادة وفي موضوع طبعا المجال الصحي وفي الموضوع كيف نهتم بالصحة ديالنا وكيفاش أننا نلتزموا بالرياضة وبالحمية. إذا كنت نقول قبل من طبعا الأغنية أنه الإنسان الإشكالية دائما غالبا في كيفاش والمتعة، فكيفاش كما قلت ضرورية مهمة خصني نوقف مع نفسي، ماشي عجز ولكن انه خصني اساسا ندخل في الادراك ديالي وندخل في يعني بان الرياضه شيء مهم. يعني الانسان انه يحرك راسه وهذا شيء مهم، ماشي لانه تنقولها دائما ماشي باش غيزيد في العمر ديالو، طبعا الانسان فوق ما غادي توصل الساعه ديالو غادي يمشي، لكن غير هو كيفاش غادي يمشي؟ واش غادي تدوز واحد 10 سنين في السبيطارات قبل ما يديموا الامانه امانته، ولا غادي تمشي في واحد الصحه يعني جيده الحمد لله واستمتعتي بالحياه اكبر وقت ممكن. فطبعا الانسان ما غيمكنلوش يعني كونترولي كل شيء، او نقول ما يبي با كونترولي كل شيء، ولا ما يمكنلوش طبعا يتحكم في كل شيء لان طبعا هذا من العبث انه هذا، لكن غير هو تيدير داكشي اللي عليه باش على الاقل كاين بزاف الاشياء اللي ممكن انا نتحاشاها لو انني اكتسبت واحد العادات جيده واحد سلوك جيد في الحياه ديالي طبعا اليوميه. كما قلت الانسان من تيفوت واحد السن معينه طبعا وماشي في الحقيقه بالنسبه لسن معينه، ممكن حتى بالنسبه للاطفال بصراحه هذاك قوت السكريات الى اخره فشيء طبعا مضر. يعني الانسان الحمايه ينقص من داك السكريات الكثيره، ينقص من داك العجائن الكثيره، المسائل راه باينه والحمد لله دابا مابقاش عندنا مشكل ديال المعلومه ما كايناش، راه تبارك الله عندنا معلومات كبيره وهذا الشيء ديال التليفونات وهذا الشيء ديال هذا تيسمح بانه يعني الاشياء تكون يعني اكسيسيبل، يعني اي واحد ممكن يعني يحصل على المعلومه، المهم هو انه يطبقها، يشوف شي حاجه اللي موالمه اللي تتحترم الشروط ديال سمارت، يعني سبيسيفيك ميزورابل اكسيسيبل وغياليزابل. طبعا ما يمكن لك شي واحد مثلا هاد الغياليزابل هي مهمه نشرحها بعجاله، قبيله قلت اكسيسيبل يعني تضحيات اللي انا مستعد نقوم بها في سبيل تحقيق الهدف ديالي. يعني انا مثلا احب الطعام الى اخره، هي تعز عليا مثلا عز عليا لي بات، ايه خاصني ناخذها بعين الاعتبار الا بغيت انا نبدا وقيله، الا حرمت من نفسي في كاع الاشياء اللي تنبغيها غنحس بهذيك غنحس بواحد الضرر وما غنحش بالمتعه وغادي نرجع وغادي ندير داك الشيء دوبل. فاسكيف الا كنت نحب الشوكولا ما كاين مشكل، ناخذ داك طريف شوكولا كل نهار الى اخره، ولكن فوق 80 درجه، وهو طبعا شي حاجه اللي مرغوبه لان فيها المغنيسيوم الى اخره. عزيزه عليا ملفاي ما كاين بس ناخذها مره في السيمانه، ولكن ما نديرش بها الكوتي كل نهار، كل نهار نخرج في القهوه وناخذ كافي كريم وناخذ، ما يمكنش. فبالتالي ممكن ندير البسالات، ولكن مره مره الانسان عاوتاني كما تيقولوا المغاربه يضرب وقيس، الانسان خصو شويه الاعتدال. درت واحد المشكل اليوم غدا نحاول انني ندارك، لكن لا درت مشكل على مشكل على مشكل
سواء في الرياضه ولا الحميه ولا طبعا راه غادي ندخل وغادي خاصه غطيح في واحد الشعور ديال انك يعني غتشوف راسك بواحد الشكل ماشي زوين. وهنا غنطيحوا عاوتاني في انو بروبليم مشكل واحد اخر ديال ليستيم دو سوا اللي غادي يقصنا الثقه في النفس. شتي المسائل مترابطه بعضياتها. فعلاش نقول ان كل مرحله وكل هدف هو نجاح. منين وصل حققت واحد الهدف اليوم تمشيت بديت عاده نبدا نمشي بديت اليوم برك عليا غير ربع ساعه النهار الاول نتمشى ممتاز. زيد عاوتاني المره الماجي سير هكاك واحد يومين ثلاث ايام نزيد عاوتاني نتمشى 20 دقيقه ممتاز. ما لقيتش الوقت باش نمشي نستاسيوني الطوموبيل ونمشي نشري الغابه ما كاين باس حط طوموبيلتك هذا وسير للجامع ولا سير لهذا. خاصك تلقى الحيل اللي غتجعلك انك تلقى المتعه في داكشي اللي تدير. وخاصه غتقول لي ما عنديش الوقت. لا مع الاسف يعني الوقت هو نفسه هذا طبعا من الاعذار لاي واحد تيجبدها تيقول لك ما عنديش فينا هو الوقت راه فينا هو الوقت. ممكن طبعا تلقى الحيل اللي تجعلك انك يعني دير حاجه مع حاجه وغير هو خص شويه تفكير في الامور الى اخره وتكون واحد العزيمه. وكما قلت ونمشي من باب انه هذه مساله ضروريه خاصني نلقى الوقت لصحتي باش نكون مفيد في العمل ديالي باش نكون مفيد للزوج او الزوجه ديالي باش نكون مفيد لاطفالي باش نكون مفيد لحياتي. فهذه مساله ضروري ندخلها في الادراكات. وكما قلت الاهداف حتى بالنسبه للرياضه ما نديرش ديك الاهداف الكبيره اللي غادي نمشي ليها يومين وثلاث ايام ماشي داكشي اللي تنحترم هذا وغياليزابل يعني شي حاجه اللي اساسا ايضا تتحترم لونفيرونمون ديالي. ما يمكنش انت تتقيل على برا خدام وتقول لي غادي ندير اتونسيون هذاك مول خدام برا خاصو مثلا يعمل الاكل ديالو ويديه الى اخره لانه عارف صعيب عليه باش يدير واحد الحميه او اكل صحي وهو تياكل كل نهار على برا. فطبعا شنو هي التضحيه؟ هو انه غادي يجي بالليل مثلا او في الصباح بكري الحساب كل واحد شنو هذا وغادي يجي وغيعمل هذاك الاكل ديالو وغيعمل هذا وغادي يلقى فيها متعه ربما غيلقى فيها حتى شويه الاقتصاد. فهاد المسائل كلها مفيده كما قلت لكم كل واحد سيلقى طبعا الميزان ديالو خاصو يبقى يقلب حتى يلقى يطاتوني كما تنقول حتى يلقى فينا هو كيفاش غادي يدير. وطبعا راه كاين الناس اللي تتاخد سنين طويله عاد تلقى هاد الطريقه المثلى لكن ما المهم هو الاستمراريه في المحاوله لان الانسان لو وقف ومشى في واحد الاتجاه يلقى راسو مشى يعني ربما زدتي 20 كيلو ولا صعيب باش انك الا كانت طبعا 30 كيلو. ومع ذلك تنعرفوا تبارك الله ناس بالحماس الى اخره توصلوا على انهم يحيدوا كثير باش يعني الانسان قوه الفكر شيء ممتاز. اذا غادي ندوز طبعا التمرين الحمد اللي تنديرو كل نهايه حلقه وباش نرجعوا به الطاقه الايجابيه بالنسبه للاخوه اللي تحقوا بنا اليوم. هذا التمرين اللي معروف بتمرين لا غاتيتود في العالم تيجعل ان الناس انك تركز في المسائل الزوينه اللي وقعت لك وبانك غادي تشحن بذلك الطاقه الايجابيه ديالك وغادي تبدا امسيه سعيده ان شاء الله وغتنهي اليوم ديالك بشكل ايجابي. اذا كل واحد في بلاصتو غيفكر في ثلاثه المسائل كانت زوينه اليوم. الانسان اللي مازال ما عمره عمل التمرين يبدا غب انه فاق على رجليه راه كلشي ما دارهاش ووقف على رجليه راه شي حاجه اللي ماشي كانت دائما شي حاجه سهله بالنسبه للجميع. اذا على بركه الله غادي نبداو التمرين. الامر الاول الحمد لله. الأمر الثاني الحمد لله. الأمر الثالث الحمد لله. طبعا الحمد لله كثيرة. الحمد لله عدد أوراق الأشجار. الحمد لله عدد حبات الرمال. الحمد لله دائما وأبدا. هذا الحمد راه غادي تشوفوا بأنكم لو تديروه يعني صباح مساء كونوا على يقين أخوتي بأن حياتكم غادي تبدل. ثقوا فيا هذا الشيء تنقول لكم راني راه مجرب. وطبعا غنهيو الحلقة وتنشوف المخرج اخترنا واحد الموسيقى جميلة ديال الأم والحمد لله. موعدنا غدا إن شاء الله في آخر حلقة في هذا الأسبوع على نفس الإذاعة وطبعا في نفس الوقت.